كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة أعلن ميعاد وصول منتخبي المغرب والرأس الأخضر عشان يشاركوا في منافسات المرحلة الأولى من تصفيات المنطقة الخمسة الإفريقية، واللي هتقام خلال الفترة من 27 لغاية يوم 29 نوفمبر الجاري في الإسكندرية. الاتحاد قال إن وصول منتخب الرأس الأخضر هيكون يوم 23 نوفمبر، ووصول منتخب المغرب هيكون يوم 25 من نفس الشهر. التصفيات هتشهد مشاركة أربع منتخبات، وهي مصر، المغرب، أوغندا، الرأس الأخضر. ومنتخب أوغندا متواجد حاليا في مصر، وكان وصل من كام يوم لإقامة معسكر هنا قبل انطلاق التصفيات. طبعا منتخبنا ولما كنا بنتابع تفاصيل استعداداته لهذه البطولة كان من خلال يعني حرصه ان هو يكون في نوع اعداد خاص بقصة البطولة ديت، وكان في خطة للسفر الى صربيا لإقامة هناك معسكر، ولكن بسبب طبعا الظروف دلوقتي والاجراءات الخاصة بالسفر وازديادات في حالة كورونا في الخارج في الدول الأوروبية وغلق طبعا بعض المطارات، فكان من الصعب جدا ان احنا نكون بنعمل هذا المعسكر، وخلاص تم يعني الاستناد الى خطة بديلة. فبنتمنى التوفيق اكيد لمنتخبنا في التصفيات. نروح